أيتها الأخوات الفضليات، أيها الإخوة الأفاضل، لقد قطعت على نفسي منذ أن حملني الشعب الجزائري مسؤولية قيادة البلاد أن أتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل، ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام. كذلك ما جعلني اليوم أبادر من خلالكم إلى مخاطبة أمتنا الجزائرية عبر ممثلي الشعب لنقف معا على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها شعبنا الأبي في 19 فبراير 2019، مطالبا بالتغيير وضاربا أسمى الأمثلة في التعبير السلمي الحضاري عن إرادته القوية لإنهاء الأزمة الخطيرة التي وضعت آنذاك مؤسسة البلاد على المحك بسبب تدهور الحكامة وتفشي الفساد وما تبعهما من تلويث للحياة السياسية وتكريس لمناهج استثمار استباحية للمال العام، مما أدى إلى أزمة ثقة عميقة بين سلطة غائبة ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم.